تعريف الروح القدس الجزء الثاني. كنا الأسبوع اللي فات في الجزء الأول لما كان في سؤال بيسأل على الروح القدس، وهل هو ملاك، هل هو نبي، هل هو كينونة أقل من الله، وهل هو إيه طبيعة الروح القدس. فابتدينا نشرح مع بعض إيه الروح القدس من الكتاب المقدس، واكتفيت فقط بالآيات. اتكلمت أولا على أسماء الروح القدس وإثبات ألوهيته من الأسماء. فمن أسماء الروح القدس الروح، الروح القدس، روح الله، روح إلهنا، روح الله الحي، ده كله اللي أنا قلته الأسبوع اللي فات بآيات كتيرة. روح الله القدوس، روح الرب، روح السيد الرب، روح أبيكم، روح ابن الله، روح المسيح، روح يسوع المسيح، روح أزلي، روح القداسة، روح الموعد القدوس، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، روح الحق، روح الحياة، روح النعمة، روح التضرعات، روح المجد، روح القوة، المعزي، الروح القدس. كل دول اتكلمنا عليهم بآيات الأسبوع اللي فات. أيضا اتكلمنا في نقطة تانية وهو إثبات أقنوم الروح القدس. فاتكلمنا عن الروح القدس هو أقنوم من الثالوث، هو ليس جزء من الله لأن الله لا يتجزأ ولكن هو الله. فالله إله واحد، آب وابن وروح قدس إله واحد، ليس ثلاثة أجزاء لأن الله لا يتجزأ، فهو أقنوم في الثالوث، ولكن هو أيضا الله زي الآب إله، الابن إله، الروح القدس إله، ليس ثلاثة آلهة بل إلها واحدا. فاتكلمنا في الأسبوع اللي فات عن أقنومية الروح القدس. اتكلمنا أنه هو في بداية الخليقة روح الله الخالق. اتكلمنا عن الروح القدس اللي هو أقنوم من الثالوث، له نفس جوهر الله. وضع لنا الكتاب المقدس صفاته اللاهوتية إن هو أزلي، غير محدود، كلي القدرة والقوة. كل دي كان بآيات قدمتها الأسبوع اللي فات. كلي العلم، كلي القداسة، الروح القدس هو الله بآيات اسما ولفظا، هو الله المعبود، الروح القدس هو الرب، الروح القدس هو رب روح الجنود. نكمل هنا بعض الصفات الألوهية، ونكمل أيضا بعض أعمال الروح القدس وغيرها من الأمور في الجزء ده. ده اللي أنا قلته دلوقتي، ده اللي قلناه بآيات الأسبوع اللي فات، آيات كثيرة جدا في تقريبا 40 دقيقة لو كنت مش مخطئ. دلوقتي نبتدي نكمل مع بعض الصفات الإلوهية في الروح القدس، نقارن ما بين العهد القديم والعهد الجديد. فيقول لنا سفر أرميا إصحاح 31 عدد 33: بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب. الرب اللي هو جاي في العبري ايه؟ يهوى. كويس؟ اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. معلمنا بولس الرسول لما يقتبس العدد ده في رسالته العبرانيين صح 10 عدد 15 يقول لنا مين المتكلم؟ الروح القدس. فالروح القدس هو يهوى. فالاب هو يهوى، المسيح هو يهوى، الروح القدس هو يهوى. ما عندناش ثلاثة يهوى ولكن يهوى واحد، إله واحد. كويس؟ أيضا الروح القدس هو السيد. اقتباس من العهد القديم، فالعهد القديم يقول في سفر أشعياء 6-8: ثم سمعت صوت السيد قائلا. لما نقارنه بأعمال الرسل 28-25: حسن كلم الروح القدس أباؤنا بأشعياء النبي قائلا اذهب إلى هذا الشعب وقل. فالسيد المتكلم الإله الخالق هو الروح القدس، واضح من أعمال الرسل. تأكيد أننا مش بنتكلم على إله مستقل، فيوجد الثالوث في وحدانية مع وجود التمييز الأقنومي للثالوث. في إنجيل متى 28-19: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. معلمنا يوحنا في رسالته الأولى 5-7 العدد الشهير جدا: الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، إله واحد. أيضا معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس 12-3 يقول: لذلك أعرفكم أنه ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيما.
وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. بداية من عدد 4 يقول إيه؟ ولكن فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، الروح القدس. وأنواع خدمة موجودة ولكن الرب واحد. وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. أيضا معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس صح 13 يقول في عدد 14: نعمة ربنا يسوع المسيح أقنوم الابن ومحبة الله أقنوم الآب وشركة الروح القدس أقنوم الروح القدس مع جميعكم. عمل الثالوث معا ولكن يوجد تمييز أقنومي، فهو إله واحد، ثالوث في إله واحد، جوهر واحد، ولكن مع وجود تمييز أقنومي. يقول لنا في أشعياء 63:9 عن الله الواحد، الرب إلهنا رب واحد، فيقول في عدد 9: في كل ضيقهم تضايق مين؟ الرب، وملاك حضرته خلصهم، ده المخلص الكلمة بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة، ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه أقنوم الروح القدس، فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه، أن الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه، أين الذي جعل في وسطهم روحه روح قدسه الذي سير ليمين موسى ذراع مجد الذي شق المياه قدامه ليصنع لنفسه اسما أبديا، هو الذي سيرسلهم في اللجة كفرس في البرية فلم يعثروا كبهائم تزل إلى واطئ، روح الرب أراحهم، وهكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد. فالآب تضايق، الابن خلص، لما أخطأ أحزان الروح القدس، الآب تذكر الأيام القديمة، الابن أرسل كزراع مجد، وروح الله أراحهم. ثالوث في وحدانية، عندي الآب العامل بالابن في الروح القدس، الآب والابن والروح القدس إله واحد، جوهر واحد، ثالوث إله واحد. الآب تضايق، الابن خلص، الروح القدس حزن، الآب تذكر الأيام القديمة، الابن أرسل كمخلص، الروح الله أراحهم. ده كله ده في أشعياء 63. سفر أشعياء 48 يقول: تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجوده أنا هناك. بيتكلم على أقنوم الإبن، أقنوم الحكمة، والآن السيد الرب الآب أرسلني وروحه، الآب والإبن والروح القدس. إنجيل يوحنا 4:23: ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له، لذلك نحن نسجد للآب بالابن في الروح القدس. إنجيل يوحنا 14:26: أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، الابن الكلمة، فعندنا الآب والابن والروح القدس، لذلك الآب يعمل بالابن في الروح القدس، الآب يخلق بالابن في الروح القدس. رسالة بطرس الرسول الأولى إصحاح 1:2: باقتضى علم الله الآب السابق إقنوم الآب في تقديس الروح للطاعة الروح القدس ورش دم يسوع المسيح إقنوم الابن لتكثر لكم النعمة والسلام. بنتكلم على ثالوث. رسالة معلمنا يهوذا إصحاح 1:1 بناء من عدد 20، طبعا هي إصحاح 1: وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمان الأقدس مصلين في الروح القدس إقنوم الروح، احفظوا أنفسكم في محبة الله إقنوم الآب، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح إقنوم الابن للحياة الأبدية. وعشان كده مفيش حاجة اسمه ترتيب في الثالوث، ليس الترتيب فقط الآب والابن والروح القدس، لا، شفنا ترتيب ابن والآب والروح القدس، الروح القدس والآب والابن، الروح القدس والابن والآب. أعداد تؤكد تمييز أقنوم الروح القدس في الله، الله الواحد ولكن أقنوم الروح القدس مميز، زي ما قلنا في تكوين إصحاح 1:2: وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله، هو نفس الله، هو ذات الله ونفس الجوهر، ولكن أقنوم مميز في ذات الله، وروح الله يرف على وجه المياه.
يقول سفر التكوين 6:3، فقال الرب يهوى: لا يدين روحي، روح الله القدوس، في الإنسان. إنجيل مرقس 12:36، لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فالروح القدس أوحى لداود أن يكتب بالوحي: قال الرب الآب لربي الابن: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. إنجيل لوقا أصحاح 1:15، لأنه يكون عظيما أمام الرب خمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. بالكلام ده على أقنوم الابن يكون عظيما أمام الآب ويمتلئ من الروح القدس. آسف، الكلام ده على يوحنا يوحنا المعمدان، أخطأت سامحوني. إنجيل لوقا أصحاح 2:26، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أن له لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. إنجيل لوقا أصحاح 3:21، ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء، طبعا حادثة التجلي ظهور الإلهي، ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، ظهور الروح القدس، أقنوم الروح القدس، وكان صوت من السماء قائلا: أقنوم الآب، أنت ابن الحبيب، بك سررت، اللي هو أقنوم الابن. فالله واحد لا ينقسم، روح الله القدوس أقنوم في الله الواحد مميز، هو ليس جزء، ولكن الله واحد في ثالوث. ايه اعمال الروح القدس؟ اقنوم الروح القدس هو يخلق، فيقول في سفر ايوب 33:4: روح الله صنعني ونسمة القدير احيتني. سفر المزامير 134: ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الارض. اخويا الحبيب استاذي جامايكا جيمس، اشكرك جدا، ربنا يبارك حياتك على تنزيل الاعداد. ايضا روح القدس، روح الله القدوس لا يخلق فقط ولكن يحيي. فالاب يحيي بالابن في الروح القدس، الاب يخلق بالابن في الروح القدس. في انجيل يوحنا 6:63: الروح هو الذي يحيي، اما الجسد فلا يفيد شيئا. رسالة بولس الرسول لأهل روميا 8:11: وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى 4:6: فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. روح الله القدوس يعطي الولادة الروحية. فإنجيل يوحنا 3:6: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. آسف لو كنت بتكلم بسرعة أخويا الحبيب جامايكا جيمس، لكن عشان الموضوع طويل وأعداد كتيرة بحاول أتكلم بسرعة شوية فأعتذر. روح القدس يقدس، فالله يقدس بالابن في الروح القدس. رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل تسالونيكي 2:13 يقول: وما نحن ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحببون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى صحاح 1:2 يقول: بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح الطاعة ورش دم المسيح. وده العدد ده لسه ذاكره دلوقتي، ولكن يوضح أن الروح القدس يقدس. فالآب يقدس بالابن في الروح القدس. الروح القدس يجدد، يقول في معلمنا بولس الرسول في رسالته للطيط صحاح 3:5: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. فالروح القدس هو الذي يجدد. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس صحاح 4:23 ويقول: وتتجددوا بروح ذهنكم. الروح القدس يوحي بالمستقبل. على فكرة أحب أقول حاجة يمكن أوضحها نقطة صغيرة: الروح القدس ما بيتنبأش، والمسيح أيضا لم يكن يتنبأ
أو يتوقع أو يخمن. الروح القدس يخبر بالمستقبل عن طريق الوحي، لأنه يعرف المستقبل. هو مش بيتوقع ومش بيخمن المستقبل، هو يعرف. معايا في النقطة دي؟ الإنسان يتنبأ، أما الله يخبر مش بيتنبأ، لأن الله عارف المستقبل بالكامل، مش حاجة بيتوقعها أو بيتنبأ بيها، لا هو عارفها، لأن المستقبل زي الماضي زي الحاضر أمام ربنا. في إنجيل لوقا 2 26: وكان قد أوحي إليه بالروح القدس، فالروح القدس يوحي. أيضا الروح القدس يعطي لرجال الله أن يتنبأوا، فهو يخبر ولكن يعطي التنبؤ لرجال الله، زي ما يقول في معلمنا بطرس الرسول في رسالته الثانية اصحاح 1 عدد 21: لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم إناث الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وأيضا في سفر يوئيل 2 28 ويقول: بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلام، ويرى شبابكم رؤى. أيضا في إنجيل لوقا 1 7 وستين يقول: وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا. سفر أعمال الرسل 19 6: ولما وضع بولس يده عليه حل الروح القدس عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. فالروح القدس يخبر ويعطي موهبة التنبؤ لرجال الله القديسون. الروح القدس أيضا يؤدب، زي ما يقول في سفر الحكمة 1:5: لأن روح التأديب القدوس. الروح القدس يعطي مواهب، زي ما يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس 12:9: ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد. أيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول لعبرانيين 2:4: شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. الروح القدس يعطي ثمر. كل ده توضيحا اللي بيقول الروح القدس هو ملاك ولا نبي ولا رسول ولا غيره. لا طبعا، الكلام ده اللي يقوله كلام خطأ تماما. فيقول في معلمنا بولس في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل غلاطية اصحاح 5 عدد 22 و23 يقول: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. دي ثمار الروح القدس اللي يعطيها للبشر. الروح القدس يصنع عجائب، زي ما يقول في معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا 15:19: بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله، حتى إني من أورشليم وما حولها إلى الأركيون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. الروح القدس يعطي معرفة ويفحص، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس صحاح 2 عدد 11 و11 يقول: فأعلنها الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. وده تأكيدا أن الروح القدس هو روح الله الذي في الله، مع فرق التشبيه، يشبه هنا بروح الإنسان الذي في الإنسان، ليس إنسان آخر ولكن هو نفس الإنسان. الروح القدس يقسم حسب مشيئته بمواهب وعطايا، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح 12 عدد 11 ويقول: ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه، قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. الروح القدس يسكب محبة الله في قلوبنا، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا إصحاح 5 عدد 5: والرجاء لا يخزى، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وأيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا 15:30 يقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح ومحبة الروح. فالروح القدس هو يعطي المحبة. الروح القدس أيضا يكلمنا ويرشدنا، زي ما جاء في إنجيل يوحنا صح 16 عدد 13:
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. عشان كده قلت لكم يخبر، يعطي موهبة التنبؤ، ولكن الروح القدس يخبر. فالآب يخبر بالابن في الروح القدس. سفر الرؤيا يوحنا اللاهوت 2:29، من له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. طبعا اتكررت أكثر من مرة في سفر الرؤيا. سفر أعمال الرسل 8:29، فقال الروح لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبة. سفر أعمال الرسل 13:2، وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول. الروح القدس يرشد ويخبر زي ما قلت في إنجيل يوحنا 16:13، فهو يرشدكم. الروح القدس يقوي سفر أعمال الرسل 1:8، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة إلى أقصى الأرض. فالآب يقوي بالابن في الروح القدس. أيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس 3:16 يقول لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. فالروح القدس يعطي قوة، ليس ملاك ولا شخص ولا رسول ولا نبي ولا غيره من هذه الهراءات اللي بيقولوها البعض، لكن هو روح الله القدوس، هو الله. رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس إصحاح 1:7 يقول أن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. الروح القدس يشهد، يقول في إنجيل يوحنا إصحاح 15:26، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. أيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا 8:16 يقول الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. في رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى 5:6، هذا هو الذي أتى بماء ودم يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم، والروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق. فالآب هو الحق، الابن هو الحق، الروح القدس هو الحق، مش عندنا ثلاثة حق ولكن حق واحد هو الله الواحد. الروح القدس هو يعلم في إنجيل لوقا 12:12، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. أيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح 2:13 يقول التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمها الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات. الروح القدس يذكر، عشان كده أحيانا البعض بيتحجج ويقول معرفش، لا الروح القدس بيذكر زي ما يقول في إنجيل يوحنا 14:26، أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. الروح القدس يقود، في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا 8:14، لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. فالروح القدس أو روح الله هو الذي يقود. الروح القدس يعين، زي ما أقول في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا 8:26، كذلك الروح القدس، وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح القدس نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الروح القدس يقيم رعاة، ده مش ملاك ولا رسول ولا غيره، لكن هو روح الله القدوس نفسه، اقنوم الروح القدس. فيقول في سفر أعمال الرسل 20:28، احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. هنا عندي الآب أو الله، عندنا قنوم الابن الذي تجسد وفدى الكنيسة بدمه، والروح القدس روح الله القدوس. الروح القدس يؤازر، كل الصفات دي ما تنفعش على لا ملاك ولا بشر ولا غيره، زي ما يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي
إصحاح 1 عدد 19، لأن أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. الروح القدس أيضا يمنع عن أمور، زي ما يقول في أعمال الرسل 16:6، وبعدما اجتازوا في فرجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. الروح القدس أيضا يفرح ويفرح، زي ما يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي 1:6، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. الروح القدس يبكت، زي ما يقول في إنجيل يوحنا 16:8، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. الروح القدس يختم، زي ما يقول في معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس إصحاح 1 عدد 13، الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. الروح القدس يعطي العربون، عربون الخلاص، فالآب يعطي العربون بالابن في الروح القدس، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس إصحاح 1 عدد 22، الذي ختمنا أيضا وأعطانا عربون الروح في قلوبنا. أيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 1 عدد 14، الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. الروح القدس يجعلنا هيكل لله بسكناه في قلوبنا، لأن الله هو اللي بيسكن فينا، لأن روح الله يسكن فينا وروح الله هو الله، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح 3 عدد 16، أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. اللي يفضل يقول لي ده ملاك ولا رسول ولا نبي ولا غيره من الكلام، أنا آسف، من الحاجات الغريبة دي مش عارف أقول له إيه. كل الآيات دي تؤكد على أقنومية الروح القدس وألوهية الروح القدس وأنه هو الله. الروح القدس يعتق، فالآب يعتق بالابن في الروح القدس، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا إصحاح 8 عدد 2، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. فالآب العامل بالابن في الروح القدس، أو الآب العامل بالابن، أو العامل بالروح القدس في الابن، فروح الحياة اللي هو الروح القدس في المسيح يعتق، يؤيد، زي ما يقول في معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس إصحاح 3 عدد 16، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. الروح القدس يشفع، ولكن شفاعته تختلف عن شفاعتنا البعض لما نصلي البعض، لأن شفاعتنا هي شفاعة توسلية، لكن الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا صح 8 عدد 26، وأيضا يقول في معلمنا بولس في رسالته إلى أهل روميا عدد 8 صح 8 عدد 27، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. الروح القدس يغير، رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس صح 3 عدد 18 يقول، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يغير السلوك، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا إصحاح 8 عدد 1، إذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يقودنا في الصلاة، رسالة معلمنا يهوذا عدد 20 ويقول، أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح. الروح القدس بيقودنا في التسبيح، رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس إصحاح 5 عدد 18 و19 يقول، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح
مكملين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين مرتلين في قلوبكم للرب. بالإضافة للثلاث حاجات اللي قلتهم الأسبوع اللي فات، والنقطة اللي أضفتها أو النقطتين اللي أضفتهم لغاية دلوقتي النهاردة، هاخد أمثلة بسيطة جدا، لأن طبعا لو اتكلمت بالتفصيل في هذا الأمر فعلا هنبقى نتكلم عن الكتاب المقدس تقريبا كله. عمل الروح القدس في أشخاص لمواهب خاصة. فالروح القدس لما حل على يوسف أعطاه موهبة تفسير الأحلام. ده نلاقيه في سفر التكوين صح 41. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك. روح الله هو الله. حل روح الرب على 70 شيخ للقضاء مع موسى، زي ما يقول سفر العدد صح 11 عدد 25: فنزل الرب في سحابة وتكلم معه، وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ، فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا. في بصائيل للحكمة في الصناعة، لصناعة خيمة الاجتماع وأدواتها، لم زي ما يقول سفر خروج 31 عدد 3: وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة. حل على يشوع لقيادة الشعب، سفر التثنية 34:9: ويشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمة، إذ وضع موسى عليه يده فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. حل روح الرب على عثنئيل ليقضي للشعب، زي ما يقول في سفر قضاة 3 من عدد 9 و10، ويقول: فكان عليه روح الرب وقضى لإسرائيل. طبعا حل روح الرب على جدعون ليقود الشعب، زي ما يقول في سفر قضاة 6:34: ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق فاجتمع إليه أبيعاذر وراءه. أيضا حل على شمشون ليعطيه قوة خارقة، وهو ده في سفر قضاة 13:25: وابتدأ روح الرب يحركه في محل الدان بين صرعة واشتاؤول. أيضا على داود للملك، سفر صموئيل الأول 16:13: فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته، وحل روح الرب على داود منذ ذلك اليوم فصاعدا، ثم قام صموئيل وذهب إلى الرامة. يحل على الأنبياء فيعطيهم التنبؤ، كتير من الأنبياء زي ما يقول في سفر حزقيال 11:5: وحل علي روح الرب وقال لي. يحل على كل رجال العهد الجديد، يعطيهم كلهم ثمار حسب نمو كل واحد في ثمر الروح القدس، ويعطي بعضهم مواهب متنوعة، ولكن يحل على كل رجال العهد الجديد من يقبل الله ولا يطفئ الروح القدس، زي ما يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا صح 8 عدد 29: وأن أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. الروح، روح الله، هو روح المسيح، هو الروح القدس، هو الله، لأنه الإله لا يتجزأ. رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا 8:11: وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. وآخر عدد زي ما يقول معلمنا بولس الرسول إلى في رسالته الثانية إلى تيموثاوس إصحاح 1:14: احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أعداد كتيرة قوي تتكلم على حلول الروح القدس على المؤمنين، الذي منذ الأزل وإلى الأبد، والذي من بداية الخليقة يعمل ولا يزال يعمل حتى الآن وإلى نهاية الخليقة. أرجو أن احنا ننال بركة الكلام عن أقنوم الروح القدس الله، لأنه إلهنا لا يتجزأ، فإلهنا إله واحد، هو الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أكتفي بالقدر ده، أرجو أن أكون ما حاولتش أشرح من ذهني، لكن فقط ذكرت آيات، أعتقد قدمت ما يتعدى قرب 200 آية إن لم يكن أكثر الأسبوع اللي فات والأسبوع ده عن الروح القدس، أقنوم الروح القدس، الأقنوم الثالث في الثالوث، روح القدس هو الله نفسه، هو روح الله القدوس، ليس بشر ولا نبي ولا رسول ولا ملاك ولا غيره،
لكن هو روح الله القدوس. ربنا يبارك حضراتكم، نتوقف عند القدر ده.